الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. اتفاق مصري أمريكي على مواصلة التنسيق لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة. انقسام إسرائيلي بشأن مقترح لبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة، والمعارضة تحث نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع التداعيات إنسانيا وأمنيا. وخلال استقباله السناتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السناتور جراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة وتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث بعث المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. كما تناولت المباحثات الهاتفية مختلف جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، حيث شدد الوزير شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. المصدر أشار أيضا إلى وجود جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، يشمل إطلاق سراح عدد من المحتجزين في القطاع. وفي كلمة له دعا بايدن حماس للموافقة على المقترح الجديد، معتبرا إياه الطريقة المثلى للبدء في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من وحي خارطة الطريق التي نادت بها مصر منذ بدء العدوان على غزة وعلى خطى محطاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني وينتصر للإنسانية، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعرضا مقترحا إسرائيليا جديدا بمراحل ثلاثة. خطوة تأتي من واقع إدراك الجميع بأنه لا مفر من وقف العدوان على قطاع غزة، كما أكدت مصر دوما، ولا سبيل لتقريب وجهة نظر الطرفين إلا من خلال التوافق وتقديم التنازلات. ففي خطاب جاد دعا بايدن حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر هذا المقترح الطريقة المثلى للبدء في إنهاء الصراع على حد تعبيره. في هذا الإطار أكد بايدن أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفاعلية في القطاع. بعد محادثات العديدة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، عرضت إسرائيل الآن اقتراحا جديدا شاملا، إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين. حماس من جانبها أبدت استعداداً متحفظاً على المقترح الأمريكي، معلنة أنها تنظر له بإيجابية لما تضمنه هذا الخطاب من دعوة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين. واعتبرت حماس أن ذلك الموقف الأمريكي يعكس ما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، وجاء نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وفي تأكيد على أهمية الوساطة المصرية مع قطر والولايات المتحدة الرامية للتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع، أعلنت الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية تحظى بدعمها الكامل. ألمانيا في بيانها رأت أن هناك ضرورة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية للوصول إلى وقف دائم للحرب. إذن وبرأي حليفتها الأولى واشنطن وبشهادة المجتمع الدولي، لم يعد أمام إسرائيل فرصة للنجاة من نار الغضب الداخلي ومرارة عزلتها الدولية المتفاقمة، غير التفكير في سيناريو ما بعد الحرب لكبح جماح خسائرها على كل الأصعدة، خاصة بعد أن تأكدت أن محاولات المراوغة في المفاوضات السابقة لم تؤتي ثمارها الخبيثة. فجهود الوساطة التي تصدرت المشهد فيها مصر وتعاونت خلالها مع قطر والولايات المتحدة كانت قد أوشكت على أن تفضي إلى اتفاق لولا التعنت الإسرائيلي، وهو ما أكده بايدن خلال خطابه صراحة عندما دعا الإسرائيليين إلى التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة. We'll be right back.
في المقابل أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس. وشدد نتنياهو على أن فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس غير مطروحة. من جانبه حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي، مشيرا إلى أن حزبه سيدعم نتنياهو إذا تعنت شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف. وشدد لبيد على ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الإسرائيلية كلمة الرئيس بايدن بشأن الاتفاق، مطالبا بضرورة إبرامه. طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طالبوا أعضاء الكنيسة الإسرائيلية بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين. وقالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، قالت إن الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن تقدم لأول مرة أملا في عودة المحتجزين سالمين، داعية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقبول المقترح الأمريكي وأن يعلن صراحة موافقته على الصفقة. وعبرت عائلة المحتجزين عن تخوفها من أن يحاول نتنياهو مجددا إفشال الصفقة الجديدة، ودعت الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع من أجل ضمان إتمام الصفقة. هذا وشهدت وتشهد شوارع تل أبيب تظاهرات حاشدة شارك فيها عائلات المحتجزين احتجاجا على حكومة نتنياهو. كما نظم المتظاهرون احتجاجات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بسرعة إنجاز صفقة تبادل وإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن فتح كافة معابر قطاع غزة يعد منقوصا ويتفاقم أو يفاقم مأساة السكان. وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أنه لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل، لافتا إلى اقتراب القطاع من مجاعة حقيقية في مناطق الشمال حيث لا يجد السكان ما يكفي لسد رمقهم. وأضاف البيان أن الواقع الإنساني شمال غزة يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم الأردن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل في أسرع وقت ممكن. وفي تصريحات له شدد الصفدي على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وفقا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية الجهود المصرية القطرية الأمريكية في هذا السياق، لافتا إلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا برفض العقاب الجماعي الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بما في ذلك التجويع والحصار بصفقة التبادل. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بخريطة الطريق التي اعتبرتها الواقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية إن خريطة الطريق الإسرائيلية توفر فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، مشيرة إلى أن هذا النهج المكون من 3 مراحل متوازن وواقعي ويحتاج إلى دعم جميع الأطراف. From this year. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري
غير مقبولة. قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بغالبية ساحقة، قررت منح حقوق إضافية لدولة فلسطين، ودعا القرار إلى منح فلسطين بعض الحقوق، ومنها الحق في أن يكون لها مقعد بين الدول الأعضاء، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق أيضا في انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم 39 بعد 200 على التوالي، تزامنا مع قصف عنيف على مدينة وأحياء رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. وشن الطيران الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة غزة، بالإضافة لقصف مدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، مع تنفيذ حزام ناري على بيت حنون شمالي قطاع غزة، واستهدف آخر في وسط القطاع. هذا وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الصحفية علا الدحدوح بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في وسط مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان إلى 148 صحفيا شهيدا. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى 36,379 شهيدا و 82,407 من المصابين. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال 24 ساعة ماضية، راح ضحيتها 95 شهيدا و 350 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيسة الإسرائيلية حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كمنظمة إرهابية، وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها. وفي سياق متصل، قامت المفوضية الأوروبية بصرف 16 مليون يورو للأونروا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، كما قامت بتجهيز شريحة ثانية من المساعدة بقيمة 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية المساهمة في دفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لموظف الخدمة المدنية الفلسطينية. وتعد هذه الدفعة جزءا من حزمة المساعدات والتي تبلغ 118.4 مليون يورو، والتي تم اعتمادها في ديسمبر الماضي، حيث تم صرف الدفعة الأولى والتي تبلغ 25 مليون يورو في مارس. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جبلية شمال غزة. وأوضحت الأونروا أن النازحين بمن فيهم الأطفال قد استشهدوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في إحدى المدارس التابعة للأونروا التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قد أضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا، بالإضافة إلى تدمير وإلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. كما حذرت الأونروا من أن منشآتها ليست هدفا، وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، على العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.
أكدت المجموعة العربية في نيويورك عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد مئات المواطنين وتشريد ما يقترب من 1,000,000 فلسطيني قسرى. هذا وقد دعت المجموعة العربية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وقف إسرائيل هجومها العسكري في رفح الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري. وأكدت المجموعة العربية دعمها الكامل لمشروع القرار المقدم من الجزائر، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه العملية العسكرية الكارثية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. مجلس الأمن يوافق بالإجماع على سحب البعثة الأممية من العراق بحلول عام 2025. أعلن حزب الله اللبناني تمكنه من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 900 فوق الأراضي اللبنانية. وأكد حزب الله أنه أسقط الطائرة المسيرة بصاروخ أرض جو فوق الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنها كانت تشن غارات على بلدة في الجنوب اللبناني، وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في وقت سابق اليوم بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان إلى إصابة شخصين بجروح. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حزب الله في الغارة التي شنها على بلدة مجدل سلم. من جديد مرحبا بكم. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بسحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية عام 2025. جاء ذلك في أعقاب طلب من بغداد في هذا الصدد بالنظر إلى حدوث تطورات ونجاحات إيجابية على مختلف المستويات في العراق الشقيق. في طريقه إلى التغيير الإيجابي المنشود، سعى العراق خلال السنوات الماضية للخروج من حالة التيه السياسي والعودة للاهتمام بشؤونه وملفاته الداخلية. التغيير الكبير في الواقع العراقي، وإن لم يكن على مستوى التطلعات نظراً لما يمتلكه من إمكانات هائلة، يستلزم إحداث بعض التغييرات، ومن أهمها إنهاء كافة أشكال الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية والمهام الأممية. في هذا الإطار قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع سحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية عام 2025 بعد أكثر من 20 عاماً من التواجد هناك. قرار مجلس الأمن جاء بعد خطاب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أشار خلاله إلى حدوث تطورات إيجابية ونجاحات، طالبا إنهاء مهمة البعثة الأممية في البلاد بالنظر إلى التغلب على العديد من التحديات المختلفة والتي كانت أساسا لوجود البعثة الأممية في العراق. وفي حين تحتاج بعثات الأمم المتحدة إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أخذ علماً بالطلب العراقي ليقرر على أثر ذلك تمديد ولاية البعثة الأممية لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً تنتهي في 31 من ديسمبر عام 2025، ليدخل العراق في مرحلة جديدة يطمح خلالها إلى تحقيق مستقبل مشرق يستحقه هذا البلد العريق. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن تحطم طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر تابعة لقوات الحوثي. كانت قوات الحوثي قد أعلنت أمس شن هجوم صاروخي على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر ردا على ضربات أمريكية وبريطانية على محافظات يمنية. موجات التوتر في البحر الأحمر تتصاعد مع تبادل الهجمات بين قوات الحوثي والتحالف الغربي وشن غارات واستهداف سفن على خلفية استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي أحدث هذه التوترات أطلقت قوات الحوثي صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة مسيرة فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر وفقا للقيادة المركزية للجيش الأمريكي التي أعلنت تحطم الطائرة المسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار. وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المضادة للسفن تمثل تهديداً وشيكاً لها ولقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. في المقابل، أعلنت قوات الحوثي شن هجوم صاروخي على حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر رداً على ضربات أمريكية بريطانية على محافظات صنعاء والحديدة وتعز باليمن، والتي أدت إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 41 آخرين بينهم مدنيون. وتعد العملية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة الخامسة ضد قوات الحوثي منذ 12 من يناير الماضي. ووقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمراً الأسبوع الماضي بتمديد انتشار حاملة الطائرات أيزنهاور وسفنها الحربية الثلاثة لمدة شهر آخر على الأقل. ومنذ نوفمبر الماضي تشن قوات الحوثي عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، ما أثر على حركة الملاحة البحرية في هذا الشريان الحيوي ودفع العديد من السفن لتحويل مسارها فضلاً عن زيادة رسوم المخاطر. قرر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني معارضته لاستخدام أوكرانيا لأسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذراً من اتخاذ خطوات متسرعة بهذا الشأن. وأضاف تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدة إلى أوكرانيا في غضون أسابيع، كما شدد الوزير الإيطالي على أن روما لن ترسل أي جنود للقتال في أوكرانيا، قائلاً إن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا. هذا وأعلنت عدة دول لحلف في شمال الأطلنطي تأييدها للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية. أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في 5 مناطق في أنحاء البلاد. وأفادت الشركة المشغلة للكهرباء في أوكرانيا أنه سادس هجوم ضخم ومعقد بالصواريخ والمسيرات على البنية التحتية المدنية للطاقة منذ مارس الماضي. وذكر مسؤولون محليون أن فرق الإطفاء قد أخمدت حرائق في عدة مواقع بعد الضربات، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات. أعلنت أوكرانيا إطلاق روسيا 53 صاروخاً و47 مسيرة نحو أراضيها خلال 24 ساعة. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها قد تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيرة. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي دعوته لتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض، سلمت مصر 3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلعية للأشقاء في أوغندا من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. من جانبهم أعرب المسؤولون الأوغنديون عن عميق الشكر والامتنان لمصر ومساهمتها في السيطرة على الموقف الوبائي الذي تمر به أوغندا والذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية. دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بلجان لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بمحافظتي دمياط والغربية.
في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية بدفع لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين. وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها المحافظة اهتماماً بالغاً. وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك لكونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام. حاجة مشرفة جدا والله، وإحنا بنشكركم جدا لأن أنتوا عاملين لهم بصراحة كل سبل الراحة. يعني كل حاجة فعلا كانت متسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة ان الواحد فعلا يبقى اسمه تعب فيه. قمة التسهيل اللي عملوها لنا، وبنشكرهم على الخدمات اللي عملوها النهاردة والمقابلة وحسن الضيافة. ادونا معاد هنا وبصراحة قاموا معانا بكافة، يعني بصراحة الخدمات ممتازة جدا، احنا كنا نعمل ده في سنة. والله هم سهلوا لنا بكل حاجة باللجنة الطبية، رحنا إدارة الجامعة جامعة طنطا ولقيت كل التسهيلات كلها من العساكر من الجنود بكله بأخدام مؤمن جوه بالكشف الطبي عليه، ما حسيتش بأي تعب خالص نهائي. أنا جاي النهاردة أخد المعافاة النهائية للجيش بالنسبة للتجنيد بتاع ابني. بصراحة القوات المسلحة قايمة بخدمة رائعة جدا جدا معنا وموفرة علينا حاجات كتير جدا، حاجة كده مبهرة، حاجة فيها إبداع، حاجة فيها فخر واحترام للإنسانية. حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين. استضافت وزارة الداخلية المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقبية والإصلاحية بالدول العربية، حيث تم تنظيم زيارة للمشاركين فيه لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للإطلاع على التجربة المصرية المتميزة في إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية. ترسيخا لقيم العمل العربي المشترك وحرصا على تبادل الخبرات بخاصة في المجال الأمني وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار، استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي شهد استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية ومن بينها التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. النهضة الكبيرة التي تعيشها مصر لم تقتصر فقط على ما يتعلق بالنواحي البنية التحتية وغيرها من هذا، إنما أيضا وصل إلى الإصلاحيات التي رأينا فيها تطوراً كبيراً جداً. لا شك بأن مثل هذه الفعاليات أو الملتقيات أو المناسبات تعزز من التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى تساهم في التعرف على العديد من الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالنسبة حق تجارب الدول الأخرى. من
ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالمنظومة العقابية، من بينها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وتأثير العقوبات على الترابط الأسري، فضلا عن شمول الرعاية الاجتماعية النزلاء وأسرهم في إطار التطوير الشامل للنظم العقابية في الدول العربية. وعمل هاي المؤتمرات يعني مفيد لكافة الدول وخاصة في الوطن العربي، يعني لما لها دور يعني لنقل المعلومات من دولة لدولة وأخذ المبادرات يعني كل ما هو جديد في المؤتمر. التجربة المصرية حقيقة تجربة جميلة رائعة، ونتمنى يكون الأخوان الآخرين يحذو حذو هذه التجربة في تنفيذها. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين من مختلف الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نظمت زيارة لهم لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز التي أنشأتها الدولة لتطبيق أحدث النظم العقابية ذات الأبعاد الإنسانية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً وفقاً لما أكدته المنظمات الدولية والإقليمية التي قامت بزيارة هذه المراكز. المشاركون في المؤتمر أشادوا بالطفرة الإنشائية للمركز وبالمرافق الصحية والخدمية والتعليمية والتأهيلية التي يتمتع بها لتوفير أقصى درجات الرعاية للنزلاء والمساهمة في تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أبدوا رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية لبلدانهم. تجربة رائعة، تجربة مفيدة، جديرة بالاهتمام، جديرة بالاحترام، تعطي إصلاح كامل للنزيل. هذه فرصة لنا كلنا هنا حاضرين أن نتبادل مثل هذه الخبرات والتجارب وهذه المكاسب للبلدان العربية حتى نصل إلى المبتغى، وهو إعادة تأهيل الشخص في بيئته العادية وهي المجتمع. انتقلت الوفود العربية بين جنبات المركز، حيث شاهدوا برامج تأهيل السيدات والتي تمكنهم من تعليم مختلف الحرف التي استطاعوا إتقانها بدقة كبيرة، وكذا الرعاية المقدمة لهن بخاصة السيدات الحاضنات، حيث يوفر لهم المركز حضانة لقضاء وقت مع أطفالهن. ما شاهدناه اليوم يعني أعتقد ليس بغريب على شعب مصر، كتحدي وكمنجزات تنضاف إلى إنجازات أخرى. ومصر بطبيعة الحال معروفة بالرياضة في جميع المجالات، وينضاف اليوم مشروع جديد أعتقد أنه يترجم الفلسفة الحديثة للعقاب. فقد حقيقة سعدنا بما شاهدنا من إنجازات ومن أيضا إمكانيات ومن حقيقة رغبة صادقة في تغيير المفهوم المعتاد للسجن إلى مفهوم آخر جديد واللي هو عمود الإصلاح. تجربة إصلاحية وتأهيلية مصرية متفردة أشاد بها المشاركون في المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، داعين الدول الأعضاء للاستفادة منها نظرا لنجاحها في تأهيل النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقا للمعايير الإنسانية الوطنية والدولية. لا شك أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العربية المشتركة تسهم في تدعيم العمل الأمني العربي، خاصة في مجال المؤسسات العقابية، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من التجارب الوطنية ومنها التجربة المصرية في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تراعي المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته اليوم لمناقشة عدد من القضايا، من بينها بحث ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، ما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات. هذا ويتضمن جدول أعمال الجلسات موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها للقضية الفلسطينية، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها. والآن موعدكم مع أخبار الاقتصاد وسارة نجيب. ليك سارة. شكرا حكمة، شكرا شروق. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وفي التقرير تمت الإشارة إلى إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طرق أو عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للمستهلكين الجدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم. افتتح وزير البترول طارق الملا التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة في مشروع تقطير التكثيفات الجديد. وتفقد الوزير خلال الجولة غرفة التحكم بالمشروع الجديد وتابع عمليات التشغيل التجريبي لمشروع تقطير المتكثفات بتكلفة استثمارية تزيد على ملياري جنيه، والذي يعمل على الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار والنفط. ابتدينا نشتغل على كل مصافي التكرير اللي موجودة في مصر، المنظومة كلها، علشان نعظم الاستفادة من هذه الأصول، وإذا كان في منها محتاج رفع كفاءة أو إضافة وحدات أو يعني الاستفادة من موضوع التحول الرقمي، ودي كل المشروعات ابتدينا نشتغل عليها في المناطق المختلفة البترولية، سواء في السويس، في اسكندرية، في مستورد، في أسيوط، بحيث أن هذه المنظومة تتكامل وفي نفس الوقت نعظم من الإنتاجية بتاعت هذه الوحدات.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك بلس، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.3% لتسجل 81 دولارا و62 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 0.8% لتسجل 81 دولارا و11 سنتا. هذا وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.2% لتسجل $2.38 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.58% لتسجل $2.59 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعقد تحالف أوبك بلس غدا سلسلة اجتماعات في الرياض لبحث مصير تخفيض إمدادات النفط، ويعمل التحالف على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه الذي يتوقع أن يسمح فيه بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025. أكدت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة في تركيا ارتفعت بنسبة 0.59% على أساس شهري في مايو، وأضافت الغرفة أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 82.2% على أساس سنوي، كما أن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو 20% من سكان تركيا ارتفعت بنسبة 2.59% على أساس شهري في مايو. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من AA إلى -AA في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2013، وأرجعت الوكالة ذلك إلى تدهور وضع الميزانية الفرنسية، لافتة إلى أن عجز ميزانية فرنسا في عام 2023 كان أعلى بكثير من المتوقع. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن عودة من جديد إلى شروق وحكمة. إليكم. شكرا لك سارة. هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المقوسية جموع الأقباط بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر. وأشار البابا تواضروس خلال كلمة مصورة له نشرتها الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى اهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بمسار رحلة العائلة المقدسة، مضيفا أن العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر لم تستقر في مكان واحد، ولكنها باركت ربوع مصر. وعن أخبار الرياضة والملاعب مرة أخرى تنضم إلينا سارة نجيب. شكرا شروق، شكرا حكمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة.
انضم محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر أن تقام يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة 3 و4 للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وتحتل مصر صدارة المجموعة الأولى في التصفيات ب6 نقاط بفارق نقطتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات 9 إلى المونديال، فيما يلعب صاحب أفضل مركز ثاني في ملحق عالمي. يواجه فريق ريال مدريد الأسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني بعد قليل على ملعب ويمبلي، وذلك لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا. ويسعى الفريق الأسباني لتأكيد سيطرته التامة على كرة القدم الأوروبية، فيما يطمح دورتموند لتحقيق اللقب الثاني له في البطولة القارية الأعرق. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة من جديد إلى حكمة وشرو إليكما. شكرا لك سارة نجيب. أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ودعا البيان المشترك للدول الثلاث كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في خطابه الأخير. وأكد البيان المصري القطري الأمريكي أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، كذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم. وأشار البيان أن الاتفاق هو خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة. اختتمت فعاليات الدورة 8 لمهرجان منصات للأفلام والذي أقيم على مدار 3 أيام بسينما الزاوية. وقد عرض خلال فعاليات المهرجان نحو 40 فيلما قصيرا متنوعا بين الروائي والوثائقي، فضلا عن عقد عدد من الورش والندوات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. نعم، تحياتي من وسط القاهرة وتحديدا في سينما زاوية، حيث اليوم الثالث والأخير لختام فعاليات مهرجان منصات. هذا المهرجان الذي تأتي نسخته هذا العام النسخة 8 مختلفة عن النسخ السابقة في الأعوام السابقة، حيث لدينا أولا ليالي منصات وهي عبارة عن أمسية في وقت متأخر من المساء تعقد بمعزل عن الفعاليات الرسمية والأصلية للمهرجان، تتناول مناقشات حول الأفلام العالمية. وأيضا لدينا هذا العام تزامنا مع الأحداث المؤسفة في فلسطين الحبيبة، لدينا أفلام روائية تتحدث عن معاناة الفلسطينيين وأثر الحرب المدمر عليهم. لدينا في الأفلام التي تناولت الشأن الفلسطيني في هذا المهرجان مثل المتوج بأوراق الغار وزي الطيور ومن أين تبدأ الصورة وتلك الدار. لدينا 40 فيلم قصير تسجيلي روائي يتحدثون عن موضوعات مختلفة يقوم صناعها من المحترفين المشاركين في المهرجان، وأيضا من الطلاب والطالبات في معهد السينما ومن الهواة الذين يقدمون أعمالهم على السواء. ولدينا عقب كل فيلم يعرض في هذا المهرجان خلال أيامه الثلاثة ندوة للمناقشة تعقد عقب كل فيلم إليه. والآن مع أخبار الطقس ودرجة الحرارة. سارة نجيب، ومرة ثالثة وأخيرة إليك سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 37، الصغرى 24، إسكندرية 33، 22، مطروح 29، 21، بورسعيد 29، 22، الإسماعيلية 37، 21. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 37، صغرى 21، العريش 30، 19، طابة 36، 23، شرم الشيخ 40، 30، الغردقة 41، 30. ونذهب منها إلى الأقصر، الأقصر 45، 29، أسوان 45، 30، الوادي الجديد 44، 28، شلاتين 40، 28، وأخيرا حلايب 35، 27. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. والآن مشاهدينا أترككم مع لقطة واحدة هي الأبرز لهذا اليوم. انتهت نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى التذكرة. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. اتفاق مصري أمريكي على مواصلة التنسيق لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة. انقسام إسرائيلي بشأن مقترح بايدن حول وقف إطلاق النار بغزة، والمعارضة تحث نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع حضراتكم يوسف الحسين.
مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا حكمة؟ ازيك يا شروق؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يبدو ان الامور بتتحرك في اتجاه جيد يعني. صحيح. لسه احنا بنشوف، كنا لسه البيان المشترك الصدر، فلعله خير. يمكن شهر يونيو ده يبقى شهر كويس ويتوقف فيه العدوان ونبدا بقى نناقش الحلول باذن الله. ان شاء الله يؤتي بالثمره. موفق ان شاء الله في الحلقه. اللهم امين. ربنا يخليكم، شكرا جدا ليك يا حكمة. شكرا يا شروق، واستاذنكم نبدا فقرتنا. فضل.